مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة لبرنامج من المهرة، نستعرض فيها ونناقش معكم الأحداث والتطورات والمستجدات في محافظة المهرة البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية. أيضا سنسلط الضوء في هذه الحلقة على اللقاء الذي جمع رئيس المجلس العام بأبناء مديريتي صيخوت والمسيلة واستمرار رفض أبناء المهرة لدعوات المجلس الانتقالي وملفات أخرى. رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى سلطان محمد عبد الله الأفرار عقد اجتماعا ضم قبائل صيخوت والمسيلة لتدارس المؤامرات التي تحاك ضد المهرة. وفي الاجتماع الذي حضره العديد من المشايخ في المديريتين، قال السلطان محمد الأفرار إن هناك قوى حاقدة تسعى لإثارة النعرات والتفرقة التي لم تعرفها المهرة من قبل، وأكد أن أبناء المسيلة وصيخوت سيظلون الحصن المنيع وسيقفون ضد أعمال الفوضى والتخريب التي تستهدف محافظتهم. قال رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد عبد الله الأفرار إن المهرة لن تسمح باستخدام عناصر مسلحة من خارجها، كما أن أبناء المهرة لن يسمحوا بتكرار سيناريو 1967 في المهرة. وكشف أنه التقى عددا من سفراء الدول الهادفة إلى العمل في محافظة المهرة، وأكد أن عليهم الإتيان من الأبواب الرئيسية والشرعية للعمل في المحافظة. وشدد الأفرار على عدم السماح لأي دولة بالدخول إلى المهرة عبر وكلاء لها بعيدا عن مؤسسات الدولة، مضيفا أن هناك قرارات جمهورية تساهم في تسليم معسكرات وقوات الشرعية وإضعافها. لكن أن نزيد الطين بلة ونسمح للغير بأن يأتوا إلينا من خارج المحافظة ليسوا من أبناء المهرة، نحن شبعنا من الخطوات السابقة التي هي ما قبل 67، فالمواطنين شبعانين منها. تجربة نقلوا إلينا التجربة وشبعانين من التجربة، وهي تجربة فاشلة. وإذا كان هو استحداث بنفس التجربة أن يأتوا إلينا بهذه التجارب، تجارب لا تخدم المواطن، لا تخدم البلاد. فاليوم أصبح مجتمع الدولي منظر إلى هذه المحافظة بنظرة استراتيجية، ولكن عبر وكلاء لهم. هذه الدول الخارجية عبر وكلاء لهم بالدول الإقليمية. فإذا كان قلنا إذا كان لكم مصالح في هذا البلد فأهلا وسهلا ومرحب بكم. أبناء المهرة كلهم يرحبوا بأي مشروع استثماري، بأي عمل من شأنه أن ينهض المواطن بتنمية إلى الأفضل، فأهلا وسهلا، ولكن بطرق شرعية، ليس بطرق أنت تستولى علينا وعلى مقدراتنا وخيراتنا وأنت المواطن أكل من الزبالة. وأكد الاجتماع القبلي الذي عقد لمشايخ وقيادات مديريتي صيخوت والمسيلة في منطقة اعتاب رفضه لمحاولات إدخال المحافظة في تون الصراعات والفوضى، في إشارة إلى دعوات ميليشيا الانتقالية المدعوم إماراتيا. وجاء رفض مشايخ وقيادات المديريتين خلال الاجتماع القبلي الذي دعا إليه رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد الأفرار لمناقشة آخر التطورات في محافظة المهرة. كما ثمن الحاضرون دعوة السلطان الأفرار لتدارس الأوضاع المستجدة التي تشهدها محافظة المهرة. تحركات عدة قام بها المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى بدأت من البوابة الغربية لمحافظة المهرة في سبيل حشد القبائل والمكونات المهرية للدفاع عن المحافظة وإفشال المؤامرات والمخططات التي تحاك ضدها. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. فإن المجلس العام سيقف بجنب المواطن، والمواطن كلمته مرفوعة وسقفه محصن. سيظل المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى مبثلا بالسلطان محمد عبد الله آل عفرار الجامع لأبناء المهرة
حيث يتصدر المواقف شجاعة للدفاع عن المهارة وحمايتها من مشاريع التمزيق والعنصرية والكروية التي يسعى إليها الاحتلال الأجنبي منذ دخوله محافظة المهرة. بأن يأتوا إلينا من خارج المحافظة ليسوا من أبناء المهرة، نحن شبعنا من الخطوات السابقة التي هي ما قبل 67، فالمواطنين شبعانين منها. تجربة نقلوا إلينا التجربة وشبعانين من التجربة، وهي تجربة فاشلة. وإذا كان هو استحداث بنفس التجربة أن يأتوا إلينا بهذه التجارب، تجارب لا تخدم المواطن، لا تخدم البلاد. نحن الآن المواطن يعني في نظرية مستقبله يريد أن يعيش مستقبل زاهر، يريد إلى تنمية، يريد إلى نهوض، نهوض معماري وتنمية وبنية تحتية في هذا البلاد. المجلس العام لأبناء محافظتي مهرة وسقطرى وجه دعوة عامة لجميع الشخصيات الاجتماعية وشيوخ القبائل والمكونات في مديرية المسيلة وسيحوت، كونهما خط الدفاع الأول للبوابة الغربية لمحافظة المهرة. مواطن واعي فاهم لهذه الظروف التي قد تعتريه وقد تأتي في ليلة وضحاها، فيكون أن يكون يجب على المواطن يكون صوته مسموع، أن يطرح رأيه وموقفه. نحن ضد كل ما يهدد أمننا وتحطيم مؤسسات الدولة وبنيتنا التحتية، لا، يكفي أن نحافظ على ما نحن عليه. إن كان أي عمل يأتي بتنمية هذه البلاد فنحن معه، أما تخريبه لا، يكفي اللي معنا. نحن نتطلع إلى أن يكون مستقبل أفضل، مستقبل زاهر لهذا المواطن. اليوم المواطن يعيش في ظروف صعبة. حضور الشخصيات الاجتماعية من جميع المكونات استجابة لدعوة السلطان محمد عبد الله آل عفرار كان رسالة واضحة للاحتلال وميليشياته الذين لم يفهموا الدروس السابقة وما زالوا يحاولون غزو المهرة تحت مبررات واهية وخطط جهنمية لابتلاعها بعد فشلهم في شق النسيج الاجتماعي في المحافظة. يخططوا لهذه البلاد، خلونا نعيش بسلام، اتركونا نعيش بسلام على ما بقينا عليه، اتركونا أن نعيش بسلام على ما نحن باقين عليه، ولا تأتوا إلينا بأشياء ليست من عاداتنا ولا من عرافنا ولا من تقاليدنا، وهي خصوصياتنا لا نسمح لكم بأن تتجاوزوها. ستظل المهرة موطنا للسلام وقبلة لكل اليمنيين، محروسة بمشايخها وقادتها الأحرار الذين أقسموا على أنفسهم أن يحرسوها من كل دخيل ومحتل يحاول طمس الهوية المهرية والنخوة القبلية التي تعد خصوصية مهرية منذ القدم. وللمزيد حول دعوات المجلس الانتقالي المدعو من الإمارات بإغلاق منافذ المهرة وقدوم قوات من خارج المحافظة، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمي علي مبارك بن محمد. أهلا بك أستاذ علي معنا. إذن بداية، هل لك أن تعلق على بيان الانتقالي الذي دعا للتدخل في المحافظة؟ أهلا بكم الله والمشاهدين الكرام. مرحبا. نحن في لجنة الاعتصام طلبنا هذا البيان، طلبنا هذا الاجتماع الذي جاء الانتقالي في هذا الوقت من الظرف بالذات، خاصة ونحن نستبشر بخروج القوات السعودية من المنافذ وكثير من المواقع على السواحل، وقد يعني اعتبرنا هذا النصر لنا في لجنة الاعتصام اننا حققنا مطالبنا، وما يتبقى الا رحيل القوات السعودية من المطار ومن ميناء مشطون. ولكن الآن بدأت السعودية ربما استخدام أسلوب آخر، أسلوب مغاير لها، في ربما تسليم الملف للإمارات عبر أدواته عبر الانتقالي في المحافظة من أجل استكمال ما فشلت فيه السعودية. فالدعوة إلى إغلاق المنافذ هذا أمر مرفوض، أمر يعني كانت القوات السعودية بنفسها هي التي دخلت وتدخلت في عمل المنافذ ومنعت الكثير في المنافذ، ونحن كنا رافضين هذا التدخل السافر في عمل المنافذ. فالآن يأتوا هؤلاء ويدعون إلى توقف عمل المنافذ، والذي الآن تعتبر الشريان الرئيسي لتغذية المحافظة هو للجمهورية اليمنية. فالكلام على تعطيل عمل المنافذ كلام غير مسؤول وكلام مصدور، ولا يمكن لهم أو لغيرهم يعني التوقيف عمل المنافذ، لانه نعم. عمل المنافذ هو عمل سيادي ولا يمكن التدخل فيه من اي طرف.
نعم أيضا أستاذ علي، هناك ردود أفعال وتحركات كثيرة قام بها المجلس العام ولجنة الاعتصام، فما هي الخطوات التالية التي تعتزمون القيام بها؟ بكل تأكيد دائما المجلس العام برئاسة السلطان محمد عبد الله آل عفار ولجنة الاعتصام دائما ما نقف على مثل هذه الخطوات التي يريد منها الأعداء إرباك المشهد وخلط الأوراق وإدخال المهرة في أصول صراعات وفوضى. نحن طبعا نشاطنا كما هو معلوم نشاط سلمي، نشاط سياسي، ندعو إلى إخراج كل القوات الأجنبية من محافظة المهرة، الحفاظ على مكتسبات المحافظة، الحفاظ على السيادة الوطنية. هذا النشاط وهذا العمل الذي قمنا به منذ سنتين ولا زلنا عليه، نحن لا زلنا بنفس النشاط وبنفس العمل بنفس الروح الوطنية التي عهدوها منا جماهيرنا، أننا لن نتخلى عن المحافظة ولن نتخلى جميعا ضد كل من يريد أن يعكر صفو أمن محافظة المهرة. المجلس العام كما بدأ اجتماعه الأخير السلطان محمد مع شيوخ وعقال وسلطة محلية في مدينة أي سيحوت والمسيلة، أكد في هذا الاجتماع أنه سيقف معهم جميعا ضد كل من تسول له نفسه في المساس في أمن استقرار المحافظة. نعم شكرا جزيلا لك الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمي علي مبارك بن محمد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في تصريحات سابقة للمهرية قال رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الشيخ علي سالم الحريزي إن هناك غزوا خارجيا من الإمارات والسعودية ودول أخرى لاحتلال المهرة، وأكد الحريزي أن السعودية والإمارات لم تأتي إلى اليمن لإنقاذها بل لتدميرها كليا، وأضاف أن الرياض وأبو ظبي تدمران ألوية بأكملها وأن الشرعية تخلت عن الجيش الوطني. وأضاف الحريزي أن الانتقالي لا يتمتع بقاعدة شعبية في المهرة وليس لديه مشروع دولة، واستغرب من بيان الانتقالي في المهرة مؤكدا أنه لن يستطيع تنفيذ أي بند مما يطالب به. ردا على بيان صادر عن ميليشيا الانتقالية التي كشفت فيها أجندتها في المهرة، قال الأمين العام المساعد للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى حمزة خودم إن بيان الانتقالي دعوة صريحة لجر محافظة المهرة إلى العنف والفوضى. وأكد خودم تعليقا على بيان اللقاء التشاوري الذي عقده ما يسمى بانتقالية المهرة، أكد صعوبة تنفيذ مطالبات البيان في ظل التماسك الحاصل بين مجتمع المحافظة وسلطتها المحلية وإجماع أبناء المهرة ضد السياسة السعودية والإمارات. واستنكر خودم التحريض الذي تضمنه بيان الانتقالي ضد النازحين من أبناء المحافظات الشمالية، واصفا المهرة بأنها واحة أمن وسلام وملاذ عيش لجميع اليمنيين. تفتقر منطقة دح سويس ومناطق وادي المسيلة إلى أبسط الخدمات الأساسية، حيث يعيش أبناء تلك المناطق حياة بدائية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. في هذا التقرير نسلط الضوء على معاناة الأهالي هناك. في هذه البيوت المبنية من الطين وسعف النخيل يعيش أبناء منطقة دح سويس ومناطق وادي المسيلة حياة بدائية صعبة وظروفا قاسية. يعاني منها أكثر من 20,000 نسمة من أبناء دح سويس والمناطق التابعة لها في وادي المسيلة. بالنسبة للمخدرات، ما في مخدرات، هذه المشكلة اللي نعاني منها من فترة طويلة، هذه يعني كنا نعاني من هذه الأشياء في حالة ضعف، في حالة ولادة، في حالة شيء، ما في أي حاجة إمكانية للفحص. تعاني هذه المناطق من انعدام تام للخدمات الأساسية والضرورية، خاصة في المجال الصحي الذي يعد أحد أبرز احتياجات المنطقة، كونها تبعد مسافات شاسعة عن المدن والمستشفيات. حول الفحوصيات ما نقدر، حالة صبحت عليك حالة هنا مرضية تنقدها ب 300,000 سيارة مع الأسعار اللي طالعة هذا اليوم، تقدها ب 200,000 300,000، وين عاد علاجك؟ تحتي مختبر أساسي عندها في الوطن، أنا شو ظروف صعبة، أصحاب المسيلة المختبر أصحاب الفحوصات يجون وقت
في السنة ينحى مرة ولا مرتين، ما ينحى دائم كمان المختبر اللي ينحى في الوطن ينفع ينحى وكلها مستفيد منه. وتوجد في المنطقة التي تعد مركزاً لعدة قرى أخرى مجاورة وحدة صحية واحدة تفتقر إلى مختبر ومستلزمات طبية وغرف كافية للمرضى. وقد تم في العام 2008 اعتماد مركز صحي للمنطقة ولكنه لم يكتمل حتى الآن، حيث تم تجهيز نصف المبنى فقط. نحن بحاجة صراحة جدا للطريق، بخاصة بعبور من العيسى إلى منطقة حسوس ونواحيها ومنطقة مغارات ومركز مغارات وبنقرة. هذه طريق تمر بوادي، عندما تجي السجول صراحة صدق تتعوق هذا الطريق تقريبا فترة محدودة عن أكثر من شهر. المجال الصحي ليس المعاناة الوحيدة لأبناء المنطقة، فهناك الكثير من الخدمات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من الجهات المعنية. فالمدرسة التي فيها لا تحوي غير 4 فصول، وليس هناك سوى سيارة إسعاف واحدة لنقل الحالات الطارئة في مناطق الوادي، إضافة إلى وعورة الطريق الذي ينقطع كثيرا جراء هطول الأمطار، وكلها أمور تحتاج إلى معالجة من الجهات المعنية. فهل ستنظر السلطة إلى معاناة مواطني وادي المسيلة بعين المسؤولية وتعمل على حل مشكلاتهم، أم إن الوضع سيزداد سوءا مع ازدياد عدد السكان؟ اختتمت القافلة الطبية التي استهدفت 1000 حالة أعمالها في مناطق وادي المسيلة بمحافظة المهرة، والتي جاءت بدعم من رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى سلطان محمد عبدالله العفرارة. واستمرت القافلة مدة 3 أيام ابتداء من 4 الماضي، وقدمت خدمات علاجية وطبية لسكان المناطق المحرومة والبعيدة عن المدن. وقال القائمون على القافلة إنها تضمنت تخصصات الأمراض الباطنية والأطفال والنساء والولادة، إضافة إلى الأدوات الطبية مثل المختبر المتكامل وتخطيط القلب والمستلزمات والأدوية. ولقيت القافلة تفاعلا واسعا، حيث عبر المواطنون عن شكرهم للسلطان محمد عبدالله العفرار رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى إزاء الاهتمام بما يعانيه سكان مناطق وادي المسيلة البعيدة عن المدن والمستشفيات. محافظ المهرة يوجه الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية برفع الجاهزية. وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر وجه بالوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية برفع الجاهزية واليقظة في النقاط الواقعة على مداخل المحافظة. وخلال اجتماعه باللجنة الأمنية في المحافظة، ناقش المحافظ بن ياسر الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل قادة الوحدات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة وبسط الأمن في جميع المديريات. بن ياسر أكد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التحديات والنأيب المحافظة عن المشكلات والصراعات والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن حد تعبيره. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المهرة، في أمان الله.